فإن صحبتك أي انضمامك إلى من هو أسوأ حالا منك سبب لتغطية عيوب نفسك ورؤية كمالها بالنسبة لغيرك، فتقع في مهاوي الإعجاب والزهو بالأعمال التي ربما كانت في الحقيقة كسرب. ما قل عمل برز من قلب زاهد، ولا كثر عمل برز من قلب راغب. يعني أن العمل الصادر من الزاهد في الدنيا كثير في المعنى، وإن كان قليلا في الصورة لسلامته من الآفات القادحة في قبوله من الرياء والتصنع للناس وطلب الأعراض الدنيوية، بخلاف الصادر من الراغب فيها فإنه على العكس من ذلك. وقد شكى بعض الناس لرجل من الصالحين أنه يعمل أعمال البر ولا يجد لها حلاوة في قلبه، فقال: لأن عندك بنت إبليس وهي الدنيا، ولا بد للأب أن يزور ابنته في بيتها وهو قلبك، ولا يؤثر دخوله إلا فسادا. ثم أشار إلى ما هو كالدليل ذلك بقوله: بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، نعمل التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى الهدى والدلالة على خير ابتغاء وجه الله ومضاة قربه ثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. يؤسس لنا الشيخ عليه رحمة الله ورضوانه بهاتين الحكمتين أساسا في الشهود وأساسا في الأعمال. وإذا استقام الشهود واستقام العمل عظمت النتائج، كما سيتكلم عن ذلك فيما يأتي من الحكم. فالأول: استقامة شهودك نفسك في موضع التقصير والنقص والضعف والعجز والإساءة، وكلما دنا المقرب إلى الحق تبارك وتعالى كان يقينه على تقصيره وضعفه وعجزه وإساءته أقوى وأكبر. يقول: أقرب مقرب إلى الله ربنا وهو عبده محمد المصطفى نبينا، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إحسان جميع المحسنين ينتهي ولا يصل إحسان محمد صلى الله عليه وسلم من جميع الخلق، وهذا سيد المحسنين ويقول: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فمن هذا الذي يشهد من نفسه الإحسان فينسى استغفار الرحمن وحاجته إلى عفو ربه الديان جل جلاله وتعالى في علاه؟ ولكن هناك أسباب تنشئ عندك شهودا باطلا وتنشئ عندك تصورا فاسدا يمنعك من حصول الخير واستقامة المشهد. ربما كنت مسيئا فأراك الإحسان منك صحبتك إلى من هو أسوأ حالا منك، فتنسب إلى نفسك الإحسان لانحطاط نظرك إلى المسيئين. ولو صوبت نظرك إلى أهل الإحسان عرفت أنك المسيء، ولكنك لما تدنيت وصرت تنظر من هو أسوأ وأقل منك في الدين نشأ الشهود الباطل والتصور الفاسد، فصرت تنظر إلى نفسك أنك في مقام الإحسان وأنت مسيء. ربما كنت مسيئا فأراك الإحسان منك صحبتك إلى من هو أسوأ حالا منك. ولأجل هذا
جاءنا التاديب عن سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم في إعمال أنظارنا في شؤون الدين وفي شؤون الدنيا، وبذلك يستقيم حال الإنسان في شهوده. فلمن نظر في أمر دينه إلى من هو فوقه، ونظر في أمر دنيا إلى من هو دونه، كتب عند الله شاكرا ذاكرا. ومن نظر في أمر دينه إلى من هو دونه وفي أمر دنيا إلى من هو فوقه لم يكتب عند الله شاكرا ولا ذاكرا. يحجب عن حقيقة الذكر وعن حقيقة الشكر لأنه عكس في النظر. فالواجب على كل واحد من المؤمنين أن يصوب نظره في شؤون الدين إلى فوق وإلى من هو أعلى، ويجعل فكرة ونظرة دائما لشؤون النبيين والصديقين والمقربين، كيف عملوا وكيف تعاملوا. وفي هذا قالوا: إن ادعت نفسك عقلا فادخل إلى سوق العقلاء تعرف، وإن ادعت نفسك صبرا فادخل إلى سوق الصابرين تعرف، إذا دخلت إلى سوق الصبر تجد نفسك صابر أو لا. وأما ما دمت بعيد وتنظر إلى من دونك فربما تصورت عن نفسك ما ليس فيها. ففي صحبة الأشرار والجهال داء وعمى تزيد للقلب السقيم سقما، ومن جملة ذلك أن تفسد مشهدك في نظرك إلى نفسك. وإذا فسد هذا المشهد في النظر إلى النفس ذهبت الأعمال سدى، ما تنفع صاحبها، لأنها تصدر عن نفس مترفعة، عن نفس متكبرة، عن نفس ترى لها الفضل، عن نفس ترى أنها خير من الغير. وفي هذا ومن سوء هذا النظر الذي يورث عمل بصيرة ما يقوله كثير من الناس: عاد نحن أحسن من غيرنا، لا بأس. كل ما نظر في شيء من أمور دنياه من أمور دينه ومقصر فيها يقول: لكن عاد نحن أحسن من غيرنا. يعكس الأمر، أما في دنياه ما ينظر إلا إلى من فوقه، يتعشى ولكنه ما ينظر إلى من ليس عنده عشاء، وإنما ينظر إلى من عنده قصور ومن عنده سيارات كثيرة ومن عنده مزارع، يقول ماشي، ما يشوف الذي كان في الدنيا باتوا بلا عشاء وهو متعشي. فهو دائما في شؤون دنيا ينظر إلى من فوق. ومن جملة ما يصدر من ذلك من عمل بصيرة، أنا بعض قال لنا بعض الإخوان: دخلنا إلى عندي رجل دعانا إلى قصر لا، وإذا ندخل من عند الحوش ندور إلى أماكن حتى نصل إلى القصر بعد كذا كذا فترة، ونقف في السيارات وندخل نمشي 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 نمشي، لما نصل إلى عند محل الغرف غرفة إلى غرفة، ومعلق النجف وسط فوق الغرفة، والواحدة يقول له هذه 90,000 مدري سعودي مدري كم في مدري الواحدة، وبعد يقول لهم: وإيش هذا لو شفت حال اللي تجار سواء لهم أحسن منا، يقولها. فهو مستنقص كل هذا ولا ينظر إلا إلى من هو فوق هذا. أن اختل النظر فعدم الاستبصار وعميت البصيرة، عميت البصيرة، فتجدهم يعيشون حياتهم عميان، ويموت أحدهم أعمى، ويحشر يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن فيجب علينا دائما أن نصحح نظرنا، وبذلك بأن نصوب أنظارنا في شؤون الدين إلى من هم فوق، وفي شؤون الدنيا إلى من هم أقل منا. فذلك كما جاء في الرواية الأخرى في الحديث: أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم في شؤون دنياكم. وفي هذا يقول صاحب الطمانينة والإيمان والسكينة: وقد لجأ إلى ظل شجرة فجلس في الظل، ثم أخرج كيسا فيه كسر يابسة، فأخرج كسرة من الخبز يابسة، ثم
صب من الكوز الذي معه ماء فبلل الخبز بالماء ليصوغه ليأكله، فشرب وأكل، فأنشأ يترنم بأبياته يقول: ماء وخبز وظل هذا النعيم الأجل، جحدت نعمة ربي إن قلت إني مقل. قال: إذا أنا قلت إني مقل وإني فقير وإني معدم ما عندي شيء، جحدت نعمة الله. ماء وخبز وظل هذا النعيم الأجل. ومد ذراعه فتوسده فنام، ويرقبه ملك من قصره من بعيد ويقول: من هذا الذي يأكل ويشرب ويغني وينام في الشارع تحت الشجرة ونحن ما يستاكل لنا الأكل سواء بأنواع الأطعمة اللذيذة ولا نتهنى نومنا؟ فأمر من يأتيبه إذا استيقظ فدخل عليه، قال: ما كنت تنشد؟ قال: كنت أغني أقول: ماء وخبز وظل هذا النعيم الأجل، جحدت نعمة ربي إن قلت إني مقل. فأدخلوا للملك شربة ماء، فقال: يا حضرة الملك، لو محيل بينك وبين هذه الشربة إلا بنصف ملكك كنت تشتريها؟ قال: وكيف أصنع إذا لم أجد إلا ذلك؟ أسلمت نصف الملك حتى أشرب الماء حتى لا أموت من العطش. قال: فإذا شربت ثم انحبس عنك البول فلم يخرج إلا بنصف الملك الثاني، فماذا تصنع؟ أكنت تسلم نصف الملك الثاني؟ قال: ولا كيف أموت بالألم فيه وكيف أعمل؟ أسلم نصف الملك الثاني. قالوا: فأف لدنيا لا تساوي شربه وبولة. قال: هذا الملك حقك لو امتلاك الله فيه بشربه وبولة بيكمل وبيروح. نحن في نعيم الحمد لله، ما نقص علينا شيء من الفضل، بماء وخبز وظل، من منا دون هذا الحال؟ ما أحد منا ما يجد ماء وخبز وظل في كل يوم من الأيام غير الماء نشرب، شيء حار وشيء بارد نشرب أو لا، شيء مسخن مدفى بالنار وشيء بارد نبرده ونشربه في اليوم والليلة كذا كذا. وأين شهود هذا النعيم الأجل؟ فأحرى أن يكتب ذاك العبد شاكرا عند الله تبارك وتعالى، وهذا الذي زادت عنده النعم ولم يستشعر أحرى بأن يكتب جاحدا للنعم والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن فإياك أن تأخذ البلاء من رؤية من هو دونك في الدين فتتصور عن نفسك العلو والسمو، واصرف النظر بالعكس في أمر الدنيا إلى من هو دونك، ولا تتشوف إلى من فوقك، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا بأزواج منهم زارة الحياة الدنيا لنفتنهم، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، ولكن في أمر الدين أولئك الذين هدى الله فبهداهم لقد كان لكم في رسول الله، اطلع لا فوق للقمة لا تنزل بالهمة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالمحل الثاني قال لك: لا تمدن عينيك، لا تمدن غمض عينك عن هذا. قال: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة حياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وتبع هواه وكان أمره فرطا. وصوب النظر في الدين لهناك فوق، هذا ما أرشدنا إليه القرآن. فعلمنا الشيخ هذا الاستقامة في المشهد، الاستقامة في العمل. يقول لك: ما قل عمل برز من قلب زاهد، ولا كثر عمل برز من قلب راغب. مهما الاعتبار الأعمال بما يكون من الأحوال وسط القلب والبال، فافهم افهم واعلم أنت تريد قربه وتريد ثوابه، اعتبار أعمالك بحسب أحوال قلبك فافهم. فكل ما برز من الأعمال الصالحة وإن كان قليلا لكن من قلب خاضع خاشع زاهد في الدنيا مخلص لوجه الرب فهو عظيم الأثر عظيم الثمرة واسع المكانة والقدر عند الله تبارك وتعالى. ما قل عمل برز من قلب زاهد، ولا كثر عمل برز من قلب راغب. إذن فاستقم في المشهد
وانكسر من أجل ربك واستقم في الأعمال، فإن اعتبارها لا ببصورتها ولا بكثرتها ولكن عن القلوب التي تصدر عنها. وفي ذلك قالوا: كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه برز، وكذلك الأعمال. وفي هذا يقول لنا صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم، واحد تصدق بدرهم واحد، واحد تصدق ب100,000 درهم، فكان الثواب والقدر والنتيجة لصاحب الدرهم أعظم. كيف هذا الكلام؟ بسبب من الأسباب الأخرى، عظمت ثواب درهمه حتى فاق 100,000 من الآخر، كذلك الركعات، كذلك القراءات، كذلك التسبيحات. وفي الإشارة إذن إلى هذا المعنى باعتبار الأحوال، قالوا: إن ركعة من عالم خير من 1,000 ركعة من جاهل، وركعة من عارف بالله خير من 1,000 ركعة من عالم غير عارف، وتسبيحة من صاحب حقيقة التوحيد من أهل الرضا والتجريد أفضل من عبادة المتعبدين ممن لم يبلغ هذه الدرجة ولو ملأوا الأرض عباد. فالمسألة لها اعتبار بالأحوال. إذن فأقم أعمالك على الزهادة، فإن الزاهد في المتاع الفاني ومظاهر الدنيا لا يصرف شيئا من أعماله لنيل منزلة عند أحد فلا يرائي، والراغب في الدنيا لابد أن يطالبه تلك الرغبة المستكنة فيه بقصد الخلق، فلابد أن تنازعه وتصل إليه لأن يحرف ويصرف أعماله إلى الخلق بدل الخالق، فتكثر في الصورة والعدد وليس لها كثرة في الحقيقة ولا المدد. إذن فبتقويم القلب يعظم العمل. وسمعت شكوى بعض الناس إلى أحد الصالحين، قال: أنا أعمل أعمال بر وما وجدت لها حلاوة، قاعدين نصلي ونقرأ وماشي ظهرت علينا ماشي فايدة. قال: إيه عندك بنت إبليس وسط قلبك، إيش قال؟ الدنيا فتحت لها قلبك ودخل الداخل، وهذه بنته والأبو لابد ما يزور بنته، وكل ما جاء يزور بنته عندك أفسد عليك قلبك، فما عاد بقي اجتمع لك نتيجة من أثر العبادة حقك، خرجها ما عاد يجي يزورها لوسط قلبك، بتحس أثر العبادة بعد ذلك. لا إله إلا الله. وهكذا قال أحدهم لبعض العارفين، قال: سبحان الله، تتكلم بحكمة عجيبة تؤثر في القلوب، وأنا تعلمت أكثر منك وأعمل أعمال صالحة ما وصلت لهذا، من أين جيتبه؟ قال له: تريد تبلغ هذا وتدرك الحكمة؟ قال له: نعم. قال له: بشرط تمتثل الأمر تتبع. قال: في إيش أعمل؟ قال: أول شيء تذهب إلى السوق، فإن لك قلب في هذا البلد معلق بالمنزلة عند الناس، الشهرة، وأنت مشهور بينهم، فأول شيء أخرج إلى السوق، أحمل لك مخلاة حط فيها لوز وزبيب، قل للأطفال والصبيان كل من صفعنا صفعة بعطي هذا من هذا اللوز، هلم يمشون براك يصفعونك وأنت تعطيهم من اللوز، وهم يضربونك، ومش في المحلات العامة اللي أنت مشهور فيها كلها، بعدين تعال. قال: شيء غير هذا؟ قال: أول هذا فعل، بعدين تعال أقول لك أي تفعل. قال: سبحان الله، هذا قال قولك سبحان الله هذا نوع من الشرك. قال: ها؟ كيف؟ قال: لأنك ما عظمت الله بذا الكلمة، عظمت نفسك أنها تمشي كذا بين الناس وينزل قدرها، ورحت تقول سبحان الله، معظم لنفسك ليس لله تبارك وتعالى. إيش في هذا؟ ربي منزه، مشيت في السوق كذا ولا ما مشيت؟ إيش دخل هذا تقول سبحان الله؟ ليه سبحان الله؟ أنت في نفسك كبير ماك راضي تنزل تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، مو هذا موضعها. سبحان الله تنزيه لعظمة ربك، ما هو لك أنت تنزه نفسك.
قال هذا ما أقدر عليه، فشوف لي عمل ثاني. قال أما وقد أبيت إلا الخضوع للنفس، فلو عبدت ما عبدت ألف سنة لم تصل إلى هذه الحكمة ولم تدركها أبدا. روح صلح أول نفسك، لا إله إلا الله، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الصدق، اللهم ارزقنا الصفاء، اللهم اجعلنا من أهل الوفاء برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ولذلك قالوا باب ما يدخل واحد سوى باذل الروح أو مشمر ذبح نفسه مع كل مذبوح، وانطرح في حماليه مع كل مطروح. فمن لم يذبح نفسه هذه الأمارة ما يحيا قلبه، ولكن حياة القلب بموت النفس. إذا ماتت النفس الأمارة حي القلب. ما قل عمل برز من قلب زاهد، ولا كثر عمل برز من قلب راغب. وقد نازلت بعض الصالحين في بغداد حالة من استشعار عظمة الله، فجاءت امرأة تريد أن يكتب لها آيات من القرآن في إناء من أجل تسقيها بنتها مريضة، فجاءت له بصينية وحمل القلم فكتب بسم الله فانكسر الإناء من عظمة استشعاره. راحت جابت واحدة ثانية كتب بسم الله فانشق الإناء، راحت تجيب ثالث قال اسمعيه لو جيتي بجميع صياني البغداد واحدة بعد الثانية لانكسرت، أنا الآن في حالة مع الحق، روحي إلى واحد غافل عن الله ماذا يكتب لش، هل يكتب لش بالصينية بتبقى محلها، أما بهذا القلب كل الصياني بتتكسر أمامه، ما بتثبت لهذا الأمر. لذلك لما خرج وكان ممتلي بحالة من عظام الحق تبارك وتعالى قويت عليه الإمام الحداد، فخرج إلى الصف يريد أن يصلي بهم في المسجد، فلما كبر انشق الجدار أمامه من التكبير، الله أكبر، فانشق الجدار عند كبيره هكذا. ولما برز قراءة الفاتحة من قلب أبي سعيد الخدري على الملدوغ الذي لدغته الحية برأ كأنما نشط من عقال، وكان يقرأ الفاتحة ثلاث مرات جمع ريقه ويحطه فوق المحل اللسعة، فقام الرجل ما به شيء وقالوا هذا راقي ممتاز، طول عمره ما قدر قال أحد ولا تعلم رقيا من أحد، لكن أخذ فاتحة الكتاب بقلب. ولما أعطوهم القطيع من الغنم وكانوا نزلوا بجوارهم وأبوا أن يضيفوهم، هذا من العار عند العرب، ولكن القوم قالوا لا تعطونهم شيء. فلما لدغ سيدهم وأميرهم قالوا ارسلوا إلى القوم قولوا لهم إن صاحبكم جاء بخير على النبي محمد، قال إنكم جاء للناس بخير، فهل عندكم من راقي؟ ما حد عندهم راقي من اللي كان يستعمل الرقية. سيدنا أبو سعيد حقهم الأمير قال نعم أنا والله راقي، ولكن ولا عندي رقية، ولكن أنتم تركتمونا بلا عشاء، طلبنا منكم ننزل. قالوا والذي تريدون بنعطيكم الآن، تعال ارقي صاحبنا. قال ما عاد شيء إلا الآن بأجرة، ولو كنا لو ضيفتمونا ما نحتاج أجرة. قالوا كم الأجرة؟ قالوا 30 رأس غنم. قال تمام، قطيع من الغنم 30 رأس كامل. راح يقرأ الفاتحة ويبزق على الرجال، قام قالوا راقي كبير هذا يعرف الرقية تمام ممتاز. فحملوا، فبعض الصحابة قال يا أبا سعيد الحين ناكل هذا اللحم كله بمقابل إيش؟ لا عندك رقية من أول تعرفها ولا عملت عمل كثير. قال لهم شارتناهم لما أبوا هذا، فامتنع بعض الصحابة من الأكل وقالوا حتى نسأل رسول الله، قدموا المدينة قالوا يا رسول الله قصة كذا كذا. قال وما يدريك أنها رقية؟ لعمري من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق، كلوا واضربوا لي معكم بسهم، هاتوا أنا بأكل من هذا اللحم. صلى الله وسلم عليه وعلى آله، منهم أنه حلال خالص. فبقلب مثل قلب أبو سعيد الفاتحة رقية وما يدريك أنها رقية. والثاني يقال له الآية والرجل غير الرجل كما سمعتم في القصة. الله يصلح قلوبنا حتى تثمر لنا صلواتنا قراءاتنا مجالسنا تثمر ثمر كبير بحسب أحوال القلوب. قرأ.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رضي الله عنكم. حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال، وحسن الأحوال من التحقق في مقامات الإنزال، يعني أن الأعمال الحسنة إنما هي نتائج الأحوال الحسنة القائمة بالقلب من الزهد في الدنيا والإخلاص لله تعالى، لا لطلب حظ عاجل ولا ثواب عاجل. وحسن الأحوال ناشئ من التحقق أي التمكن في مقامات الإنزال، أي في المقامات التي تنزل في قلوب العارفين، وهي كناية عن المعارف الإلهية التي يريدها الله تعالى على قلوبهم، فتكون سببا في رفع الدعوى وعدم التعلق بغير المولى. وهذه الثلاثة المذكورة مرتب بعضها على بعض، وبهذا اتضح قول الإمام الغزالي: لا بد في كل مقام من مقامات اليقين من علم وحال وعمل، فالعلم ينتج الحال والحال ينتج العمل. الله الله الله. نعم، يقول لك حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال، فإذا حسنت أحوالك حسنت أعمالك. الله يحسن أحوالنا، يا محسن أحوال الصالحين، يا مصلح أحوال الصالحين، أصلحنا واجعلنا صالحين، أصلح لنا كل حال يا الله. إذا حسنت الأحوال حسنت الأعمال، وحسن الأحوال من التحقق في مقامات الإنزال، ما ينزل ربك على قلبك من معاني الآيات ومعاني كلام نبيه والاعتبارات والكائنات، إن أحسنت التحقق فيه وأخذه على وجهه، إذا بأحوالك تحسن تحسن تحسن، وإذا بالعمل يزداد بهاء يزداد حسنا، تركع الركعة وأنت في رفعة وأنت في صفاء وأنت في حسن من المشهد من الذوق، وهكذا تسجد السجدة وهكذا تقرأ الآية، وكلما حسنت تدبرك وتأملك وفهمك لمعاني الإنزال، وهو ما ينازل قلبك من دلالات الآيات ومعاني الكلمات النبويات وقصص الأنبياء وقصص الصحابة والصالحين وحكايات الصالحين والعبر في الكون بما فيه، كل ما ينازل قلبك من ذلك إذا تحققت به وتمكنت فيه حسنت أحوالك، إذا حسنت أحوالك حسنت أفعالك وأقوالك، وتصير أعمال حسنة أجرها كبير وقدرها عظيم، بسبب أن حال صاحبها حسن وحال صاحبها عظيم. وإن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون التمرة مثل جبل أحد، يأخذها من بعض الناس فينميها ينميها تكون مثل جبل أحد. قال تعالى: والله يضاعف لمن، وكلما كان حال الإنسان مع الله أصفى وأوفى وأنظف وأطيب وأكرم وأعظم، ضاعف له ضاعف له ضاعف له ضاعف له ضاعف له. ولله مضاعفات بعض الأعمال لا يقوم لها شيء، لا يستطيع الملائكة إحصاها ولا الكتبة ولا غيرهم، حتى جاء في بعض الآثار أن بعض الذين ينظر الله إليهم بنظر رضوانه الأكبر فيضاعف لهم أعمالهم مضاعفة عظمى لا تستطيع الملائكة ولا غيرها إحصاها، فيؤمر بتوزيع أعمالهم الفائضة على أصحابهم وعلى جيرانهم وعلى من بينه وبينهم صلة في الدنيا. وإذا بحسنات كبيرة منين ده في الصحف، من إن لي هذا، يقال أخوكم في الله أو الذي عرفتموه فلان بن فلان نظر الله إليه بنظر المضاعفة بغير حساب، ففاضت حسناته فهي توزع من كثرة ما أفاض الله عليه. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إذا قلت بيضاعف يضاعف مضاعفة الواسع سبحانه وتعالى. اللهم ضاعف لنا حسناتنا. قال: كل مقام من مقامات اليقين لا بد فيه من علم وحال وعمل. فإذا علمت عظم مثلا الصبر مقام من مقامات اليقين، إذا علمت ثواب الصبر مكانة الصبر خير الصبر نتيجة الصبر كرامة الصبر
منزلة الصبر عند الله تبارك وتعالى يتكون عندك حال تحب فيه الصبر وتتمنى فيه الرقي في مراتب الصبر، وهذا الحال يثمر عندك بعد هذا الوجدان تصرف على مقتضى الصبر، وإذا بالعمل يصدر عمل صابر بسبب حسن الحال الذي يعشق الصبر، وحسن ذلك الحال بسبب العلم الذي اقتضاه تدبر صاحبه في ما ورد عن الله ورسوله. فتأمل، وإذا الله مع الصابرين، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، واعلم أن النصر مع الصبر، النصر معه والله معه، ووفاله عطاء بلا حساب. والله إيش هذا، من أين الصبر؟ نريد الصبر، يحب الصبر، يعشق الصبر، يرغب في الصبر. هذا حال حسن، هذا الحال من حسن الإنزال، التحقق الإنزال. وإذا بالعمل يحسن، يرفع واحد عليه صوته يتبسم، يسيء إليه ويحسن، صبور إنسان صابر. منين ذا حسن العمل؟ من حسن الحال. وبعد ذلك كلما ارتقى صارت أعماله أعظم ثوابا وأجزل أجرا، لأن حاله أحسن مع الله تبارك وتعالى. قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالعلم ينتج الحال، والحال ينتج العمل. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عنكم: لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره، فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة، ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور، ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور، وما ذلك على الله بعزيز. أي لا تترك أيها المريد الذكر الذي هو منشور الولاية لعدم حضور قلبك مع الله فيه لاشتغالك بالأعراض الدنيوية، بل اذكره على كل حال، لأن غفلتك عن وجود ذكره بأن تتركه بالكلية أشد من غفلتك في وجود ذكره، لأنك في هذه الحالة حركت به لسانك وإن كان قلبك غافلا عن المذكور، فعسى أن يرفعك أي يرقيك بفضله من ذكر مع وجود غفلة عنه إلى ذكر مع وجود يقظة أي تيقظ قلب لما يناسب حضرته من الآداب، ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور في حضرة الاقتراب، ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع وجود غيبة عما سوى المذكور، فتفنى حتى عن الذكر. وفي هذا المقام ينقطع ذكر اللسان ويكون العبد محوا في وجود العيان، كما قال بعض أهل هذا المقام: وما إن ذكرتك إلا هم يقتلني سري وقلبي وروحي عند ذكراك، حتى كأن رقيبا منك يهتف بي: إياك ويحك والتذكار إياك، أما ترى الحق قد لاحت شواهده وواصل الكل من معناه معناك. وإذا صدر ذكر اللسان في هذا المقام فإنه يخرج من غير قصد ولا تدبر، بل يكون الحق المبين لسانه الذي ينطق به، لأن صاحبه في مقام الحب المشار إليه بحديث: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، إلى آخر الحديث. وهذه المراقي لا يعرف حقيقتها إلا السالكون، فقابلها بالتسليم إن لم تكن من أهلها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وخذ في الأسباب يرتفع عنك الحجاب، وما ذلك على الله بعزيز. يعطينا بهذا عليه رحمة الله حصانة من تلبيس إبليس ليقطع عنك الطريق، فإن إبليس يقطع الطريق على العباد والمتوجهين إلى الله بحيل وخدع كثيرة، فمن جملة ذلك أن يأتيهم من حيث العلم ومن حيث الدين فيضحك عليهم، ويرى أن هذا إذا قال له أترك العبادة من دون سبب ما يطيعه، وإذا قال له خير لك أن تكون غافلا لا يصدقه،
فلا يوسوس له بمثل ذلك، فهو يعلم أنه لن يقوى عليه بمثل هذا، فلكن يستعمل الحيلة ويقول هذا تعلم من أوائل العلم أنه لابد أن يكون حاضر القلب ولابد أن يكون مخلص. نعم، إذن نريد أن نقطع عن العمل، نقول له أنك غير مخلص وغير حاضر القلب، فيقر بذلك. فإذا أقر بذلك قلنا له ولماذا تتعب نفسك؟ عبادة بلا حضور بلا أخلاص ما منها فائدة ونتيجتها عليك، فأحسن اتركها، فإنه يعتقد أن ترك لها من باب التواضع ومن باب إدراك الحقيقة لا من باب الإعراض عن الله. وقصدنا أن يكون في الإعراض عرف أنه معرض أو ما عرف، شعر أو لم يشعر، قصدنا أن ينقطع عن ربه، هيجي لي إبليس والأنت ذا الحين قاعد 100 مرة تجيب من هذا الذكر، 300 من هذا الذكر، من في عندك قلب حاضر؟ ولا يضيع عن نفسك ضياع قلب، ما ينفع الذكر إلا بحضور القلب، صح ولا ما صح؟ ما قرأت؟ ما قال لك الشيخ؟ ما شفت الكتاب؟ شفت هذا حوار الشيطان مع الإنسان، يقول له أي ضيع نفسك، خلاص شوف لك شغل، أنت ما تصلح لهذا، فالقصد ينقطع عن الله. قال لك فاحذر ولا تصدقه، فإنه ليس من دواء الرياء أن تترك العمل خوفا من الرياء، وليس من دواء الغفلة أن تترك العمل خوفا من الغفلة، ولكن قل له إذا كان الأمر هكذا فعلي أن أجهد غاية استطاعتي في أن يحضر قلبي، ويمكن هذا المقدار من الذكر والأعمال في العبادات ما كفى لحضور قلبي، بزيد فيها. يقول لا لا لا، هو ما بغى هذا منك الكلام، يبغى منك كلام ثاني، لكن ما يصلح له إلا هذا الجواب. وفي هذا كان يحكي الحبيب جعفر العيدروس عليه رحمة الله، يقول في بداية تعلقي بكثرة ذكر الله تعالى كان يرسل إلي النفس لتستثقل الذكر والطاعة، فإذا عزمت مثلا أن آتي بـ1000 من سورة الإخلاص ومن آيات القرش وابتدأت فيها، فأحسست أدنى استثقال في قلبي يقول ها يا نفس السوء تستثقلين ذكر الله، بدل 1000 5000، الآن ما عاد تقومين إلا بـ5000، ليش يخطر عليش هذا الخاطر؟ فيجلس لما يكملها 5000 بدل 1000، وهكذا يطلعها إلى عجل، إذا حس استثقال يطلعها، فصارت نفسه ما عاد تكلمه إبليس، ما عاد يرسله، لأنه إن كلمه بيزيد لا ما بينقص، فصار بعد ذلك يطمئن بذكر الله حتى قد يأتي في اليوم الواحد بـ100000 من لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلا عجلة ولا تعب، بسهولة وبيسر، ويقرأها مطمئن لا إله إلا الله. شفت كيف؟ ولكن في البداية كان ولكن إذا أحس أدنى استثقال أو بسرعة يغلق الأبواب على الخبيث ولا يخليه يقرب منه. وهكذا زكوا نفوسهم. ويقول لك أنت إذا اشتغلت بذكر أو بخير يجي لك، يقول لك ما عندك حضور ولا شيء، قصته ما تذكر الله، نعمة كبيرة الذكر من شر الولاية، ومهما كان حتى مقصر في الحضور كثرة الذكر تهب عليك رحمة الله ونسمة من نسمات الله ويرحمك الله وترجع مع الحاضرين. قال لك لا تصدق الخبيث واستمر في العبادة، أن قصده يقطعك، هذا واحد. الأمر الثاني، وجه نظرك إلى فوق الهمة العلية مكانك، وترقب نفحة الرحمن، ما تدري لو جاءتك، مهما صبرت وواصلت. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، فمهما أدمت الوقوف على بابه فتح لك. قال لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره، وإذا تركت الذكر ترجع حاضر ولا إيش؟ قال لا. قال عجيب، بس خلاص هذا هو أحسن، فلا تتركه، ومع ذلك كله كن مترجي، فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة، متنبه للآداب اللازمة عليك، مستحضر معنى الذكر، نعمة كبيرة ربما يأتيك، من يمنعك عن من هذا؟
وإذا أكرمت بذلك ينفعك من ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور قلبي تكون به مع المذكور جل جلاله. وإذا أكرمك بذلك من يمنعه يعطيك ويرفعك من ذكر مع حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور، فلا يبقى في بالك وضميرك إلا الله الملك الغفور وحده، تغيب عما سواه. وهذه الدرجات العلا في الذكر، الدرجات العلا في الذكر، الله يرفعنا إليها ويوصلنا إليها، وفيها تتم التصفية. قبل الوصول إليها عاد الشوائب معك وإن ضعفت، إذا وصلت إليها اضمحلت شوائب الالتفاتات إلى الأسوأ والسوء والدنايا من قلبك البتة. لا إله إلا الله. ولكن هذا ما يحصل إلا بعد مجاهدة وكثرة الذكر. يقول قائل: ما إن ذكرتك إلا هم يقتلني وفي لفظ يقلقني سري وقلبي وروحي عند ذكراك، حتى كأن رقيبا من كتف إياك ويحك والتذكار إياك. أما ترى الحق قد لاحت شواهده وواصل الكل من معنى معناك، فأنت في هذه الغيبة عن السوى في حقيقة الذكر، وإنما يتذكر من غفل، وأنت وسط لجة الذكر من داخل. فهكذا شان الذاكر لله تبارك. فينتهي إلى هذا، قالوا إذا لم تصل إلى هذه المراقي قابلها بالتسليم. فيقول الجنيد بن محمد: التصديق بعلمنا هذا ولاية صغرى، لأن أمور ذوقية، أمور معنوية ما يدركها كل أحد. وخذ في الأسباب يرتفع عنك الحجاب وما ذلك على الله بعزيز، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تأويله. وكم من عايب قولا صبيحا وآفته من الفهم السقيم، ما لم يحط بعلمه يكذب به. وهكذا نعرف وجود الحق مع أهل الحق، والله يرفعنا إلى مراتب الذكر السنية في الغيبة به تعالى عما سواه من جميع البرية يا رب العالمين. شكا بعضهم إلى شيخه قال: أنا أذكر الله لكن بلاق حضور قلب كذا 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 كذا. قال: أشكر الله الذي شغل جارحة من جوارحك بذكره. قعدت تتشكلي ونسيت النعمة، خلى لسانك تلهج بذكره، ما هذه نعمة من عنده؟ وقيل خلاها لا تذكر الذنوب ولا المعاصي ولا السيئات ولا الغيبة والنميمة، خلاها ما هو نعمة عليك؟ أيا أشكر الله، أشكر الله. هكذا فيعدلونهم في وجهاتهم حتى لا يطغى عليهم جانب ويستقيمون، فلا يأس ولا أمن من مكر الله تعالى، وبذلك يستمر السيل حتى يصل الإنسان. ولما جاء واحد بدأ يغالبه الياس، فجاء إلى عند الإمام أحمد بن حسن العطاس: واشكو إليك يا سيدي كثرة ذنوبي وغزوة قلبي وتنكر أحوالي وشدائد أموري وكثرة بعدي وأعراضي وغفلتي وحجابي وسيئاتي وذنوبي وطغياني. قال: سكت. سكت. قال: اسمع، عندك شك في الله؟ قال: استغفر الله، استغفر الله. قال: عندك شك في رسول الله؟ قال: ابدا، استغفر الله. قال: تزني؟ قال: اعوذ بالله، استغفر الله. تسرق؟ قال: اعوذ بالله، استغفر الله. قال: كيف هذا؟ تترك الصلاه؟ قال: استغفر الله. كيف تقيم الصلاه؟ تفطر في رمضان؟ قال: ابدا، استغفر الله، ما افطر في رمضان. قال: قم قم، الولايه كلها معك، انت وليد. أنت ولي. لما رأى ظلال الياس بيخيم على قلبه رفعه من قال: تعال، ما هو كذا، قدك وليد الحين، ده كبير، لا معك شك في الله ولا في رسول الله ولا في الآخرة، ولا تترك الصلاة ولا تترك الصوم ولا تزني ولا تزرق تسرق ولا تعال باقي أنت ولي. فعلمه كيف يطمع فيما عند الله وكيف يشعر بنعمة الله عليه.
وما ذلك على الله بعزيز. اللهم اعطنا عطاياك للمحبوب. من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات، وترك الندم على ما فعلته من وجود الزلات، أي إن عدم حزنك أيها المريد على ما فاتك من الموافقات بكسر الفاء أي الطاعات الموافقة للشرع، وترك ندمك على ما فعلته من وجود الزلات أي المعاصي التي توجد منك علامة موت قلبك، ويفهم منه أن سرورك بالطاعة وحزنك على المعصية علامة حياته، لما في الحديث من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، فإن الأعمال الحسنة علامة على رضا الحق ورضاه يقتضي السرور، والأعمال السيئة علامة على غضبه وغضبه يقتضي الحزن، فمن رضي الله عنه وفقه لصالح الأعمال، ومن غضب عليه تركه في زوايا الإهمال. أسأل الله التوفيق لأقوم طريق. علامة أن القلب حي يشعر بخطر السيئة ويستشعر المنة في الطاعة، فإذا فاتت الخيرات حزن، وإذا فعل المخالفات ندم، فهذه علامة أن القلب حي. لكن القلب الذي ما عاد في حياة ميت، إن فعل صاحبه معصية ما ندم، وإن فاته خير ما حسر على ذلك ولا حزن، هذا قلب ميت. علامة موت القلب، من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات أي الأعمال الموافقة للشرع، فكل ما يفوتك من تفوتك تكبيرة الإحرام ما تحزن، قلب ميت. لو القلب حي كيف ما تحزن؟ لابد تحزن، كيف ما تحزن؟ لابد تحزن. فاتتك سنة من سنن من؟ وسنن النبي محبوبة عند من؟ عند رب العالمين. ولا تحزن؟ كيف ما تحزن؟ وإذا القلب حي لابد أن تحزن. فاتتك تكبيرة الإحرام، فاتك التسبيح قبل النوم، فاتك الاستغفار في السحر، فاتك قراءة القرآن في اليوم، تحزن أو ما تحزن؟ نشي على قدر حياة القلب لابد تحزن وتندم على ما حصل من الزلات عندك، فهذا علامة حياة القلب، بل هو متصل بالعلامة الكبرى. تدري ما العلامة الكبرى؟ علامة أن الله يريدك، أن الله يريدك، وهو الذي جاءكم في حديث سيدنا زيد الخير عليه رضوان الله، جرى ليسأل نبينا محمد فسافر، وجرى في السفر في الطريق حتى لقي النبي، فلما وصل المدينة وقابل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أمضيت راحلتي وأضمأت نهاري وأسهرت ليلي خشية أن يدركك الموت قبل أن أسألك، أو أن أموت أنا قبل أن أسألك، فما دام في العمر فرصة قطع مسيرة 3 أيام في يوم واحد يجري. وصلى عند النبي، رأى النبي في علامات إدراك وفهم ومعرفة ونجاب. عن ماذا تسأل؟ قال: جيتك يا رسول الله أسألك عن علامة الله في من يريد وعن علامته في من لا يريد. سؤال عميق بعيد ومستوعب وجامع، رأى حسن السؤال ورأى مخايل على هذا الإنسان من الخير. قال له: أسألك أنت كيف أصبحت يا زيد، كيف أصبحت؟ قال: أصبحت يا رسول الله أحب الخير وأحب أهل الخير وأفرح إذا عملت الخير وأحزن على ما فاتني من الخير. قال له: حسبك، هذه علامة الله في من يريد، هذه علامة الله في من يريد، ولو أرادك للأخرى لهيأك لها ثم لم يبالي في أي واد من أوديتها أهلكك. ما اسمك؟ قال: زيد الخيل، كان يسمى زيد الخيل باللام اسم الحيوان. قال: بل أنت زيد الخير. النبي برع رحوله وقال:
بل أنت زيد الخير، فسمي من يومها زيد الخير. ثم قال: ما حدثت عن أحد ثم رأيته إلا رأيته أقل مما قيل فيه إلا زيد الخير، فقد رأيته أعظم مما قيل فيه، فوق ما قيل فيه صلى الله عليه وسلم. شفت، أعطى الشهادة لزيد الخير رضي الله تعالى عن زيد الخير. شوف كيف ذكر العلامة، خرجها منه بنذا، قال له كيف أصبحت؟ قال: أصبحت أحب الخير وأحب أهل الخير، وأفرح إذا عملت الخير وأحزن على ما فاتني من الخير. قال: بس هذه العلامة، هذه علامة الله في من يريد. فالحديث الآخر عندكم اللي في مسند أحمد يقول إيش: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. سرته حسنته بتوفيق الله له، توفيق الله يفرح بفضل الله وتوفيقه، وساءته سيئته خوفا من غضب الله. وفي الأثر أن المنافق، أن المؤمن يرى ذنبه كالجبل على رأسه يخشى من سقوطه عليه، والمنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال بيده هكذا فأطاره ما يبالي. لا إله إلا الله. وهكذا حتى يواصل الله أولئك الصادقين التوابين بمواصلات يستحيون عندها من ذكر الذنوب لقوة الحضور الذي في قلوبهم. هذه نهاية التوبة، فأول التوبة قوة الندم على الذنوب وكثرة ذكرها، ونهاية التوبة أن تستحي من ذكرها لما واصلك به الحق من الصفاء، ووراء ذلك أن يمحوها من الصحف ومن الأعضاء ومن الأرض ومن الملائكة ومنك، حتى لو اجتهدت أن تذكرها ما قدرت. سمعت؟ لما يمحو السيئات سبحانه وتعالى أحيانا يمحو بعض السيئات محو محكم، عاد صاحبها في الدنيا الملائكة قد نسوا، والصحف قد محيت منه، والأرض التي فعل عليها قد أنساها، والجوارح التي فعلت قد نسيت، صاحبها ما عاد يقدر يذكرها، محاها الله تبارك وتعالى، محو سبحانه، وعادوا في الدنيا سبحان الله. لكن البداية في التوبة تبقى على ذكر الذنب خائفا، فإن الرجل قد يذنب الذنب يدخل به الجنة. قالوا: يا رسول الله، ذنب يدخل به الجنة. قال: يبقى على ذهنه دائما يندم ويبكي ويرجع ويرى التقصير ويواظب على الطاعات بسبب الذنب، قال يدخل به الجنة بعدين. يعني كان سبب لاستقامته ورجوع، وإذا ثبت واستقر بعدين يمحى. قال: كانوا عند بعض الأكابر الجنيد محمد، قال واحد سأله عن التوبة، قال: ما التوبة؟ قال: أن تذكر ذنبك فلا تنساه. إذا واحد شاب نازلته بعض أحوال النهاية، هو قدو في نهاية الدوبة، قال: يا شيخ، بل التوبة أن تنسى ذنوبك فلا تذكرها. كان الفتوى اللي أفتى بها مناسبة لحال الساهل، وهذا الكلام مناسب لأحوال آخرين، فأراد أن يعلمهم من إيش أصل الكلام. قالوا: كيف ذلك أيها الشاب؟ قال: إذا كنت في حالة الجفاء فنقلك منها إلى حالة الصفاء، فذكرك للجفاء وأنت في حالة الصفاء من الجفاء، فتصفاك في حال طيب تقوم تتذكر الأوساخ، ها؟ قد رفعك من أبعادك وحطك هناك في محل ثاني رفيع، وتقوم اللي بات تذكرها إيه؟ أقره على فهمه لأنه متناسب مع حاله. سمعت؟ لا إله إلا الله. فإذا ينبغي أن تندم على ما فاتك من الخير، ورب حسرة يكون ثوابها أعظم من فعل الخير نفسه. وهكذا، ولما كان أحد أهل الصلاح عجز عن الحج، عجز عن الحج سنة بعد سنة، فامتلأ قلبه بحسرة على عدم الحج امتلاء عظيم، فكشف لولي آخر صالح وكان قد حج 30 حجة بأن ثواب حسرة هذا الإنسان أعظم من ثواب 30 الحجة كلها، وجاء إليه يقصده يقول: تبيعني ثواب حجيت؟ قال: ما قدرت ولا استطعت. قال: حسرت على عدم الحج؟ قال: نعم. قال: تبيعني ثواب حسرتك على عدم الحج ب30 حجة؟ أنا معي 30 حجة.
ايش رايك تاخذ 30 حجه وتعطينا؟ قال لا لا، حجتك لك وحسرتي لي، كل واحد ياخذ الواحد ياخذ ثوابه. لا اله الا الله. ها هكذا. المنشد ألا يا ابن الفقيه يا عبود اسجع بنية تيقظ في دجلل واسمع ذي الوصية إلى الرحمن تب من ذنوبك والخطية ولازم ذكر مولاك بكرة والعشية على الصلوات واضب عليها في الجماعة ولا تغفل عن الذكر لله كل ساعة وصر البطن واصبر على طول المجاعة تغنم ساعة العمر من قابل المنية وبعد المغرب اركع أو اقرأ بالتدبر أو اذكر وانصف القلب فسبح في التفكر إلى وقت العشاء احذر تنام أصلا وتهمر عسى تحمى وتحظى بألطاف خفية ولا تسمر فتغمر عن الطاعات والدين تبعد جام جدا من السفه الشياطين تجنب لا تجالس سوى الضعف المساكين وتب بعد الطهارة ونم صافي الطوية وقم في آخر الليل صل واقرأ وهلل تفهم سر معنى كلام الله ورتل وباستغفار مولاك قبل الفجر كمل وصلي الصبح تكفى من الله كل أذية وبعد الصبح فاذكر إلى أن تطلع الشمس وكن في اليوم أحسن في الطاعات من أمس ولا تكسل عن الخير واذكر فصة الرمس وقم صل الضحى بعد إشراق المضية ولا تهتم أصلا برزقك فهو مضمون ضمن بوه بار الكون بسر الكاف والنون وكن بالله يا ابن الفقيه مشجون مشجون فإن العبد يزهو بربه في البرية وغض الطرف يا ابن الفقيه عن كل فاني ولا تعشق سوى الله واحد ليس ثاني تعالى كامل الوصف
في كل المعاني سعد من كان قلبه سقي شربه هنية وته وافخر وعربد وبلا أصوات غرد ولا تصغي لعادل ولا تسمع مفند وكن يا ابن الفقيه للمحب الصب مسعد بنية صادقة من سوى المولى برية وحسن الظن بالمسلمين الكل فالزام ولا بالمدح تفرح ولا تتعب من الذام وصلى الله على المصطفى الهادي المتمام وسلام دائم الدروب مع الفيتاحية اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله ارزقنا العمل والاستقامة آمين الأخذ بالوصايا كما تحب على ما تحب واجعلنا في من تحب وقنا الأسوأ كلها وأصلح لنا الشؤون كلها ثبت أقدامنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تولنا ما توليت به خواص أحبتك وأهل حضرتك يا حي يا قيوم يا مناح يا فتاح يا كريم يا أرحم الراحمين صل على من بعثته إلينا بالرحمة حبيبك محمد واغمسنا في بحار الرحمة واجعلنا من وفر الحظ من رحمتك في الأنفاس واللحظات والآن والأحوال والحالات والأوقات كلها وجميع التقلبات والأطوار ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين وتولنا في شأننا كله اختم لنا بأكمل حسنى وأنت راض عنا يا رب اجعلنا وهؤلاء وأحبابنا من الصادقين معك والمقبولين عندك والثابتين على ما ترضى به عنهم في القول والفعل والنية والقصد واجعلنا في أهل الوفاء بعهودك والناصرين لك ولرسولك المصطفى محمد ظاهرا وباطنا في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي